السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم حسنة شانيل. اليوم جيت نوجد معكم واحد البريو سائل كيجي ساهل واقتصادي، بدون بيض بدون دلك، كيجي تبارك الله من فوق وزوين. خليكم مع المقادير. عندي جوج كيسان ديال المدافي، انا غدا نخدم ونعطيكم المقادير في نفس الوقت. عندي سكر سنيده جوج معالق، عندي واحد الكيس ديال الفاني للتنسيم. نتوما يمكن لكم تنسمو اي حاجه، بغيتو بقشور الحامض ولا شوط الليمون ولا باليانسون ديروا لي. ما انا ما ولادي ما تيبغوش ياكلوا لي داكشي ملي كيلقاو في البريوش هكا، ما تيبغوش ياكلوا داكشي، علاش ما غاديش نديرو. عندي واحد كبيره ديال الخميره ونص، انا هنايا مضاعفت المقادير لحقاش عندي غنديرو في المقله الثقيله، عندي المقله كبيره. نتوما يمكن لكم ديروا غير النص ديال المقادير وديروا في شي مول اللي يكون صغير. عندي واحد 6 معالق ديال الزيت النباتيه، انا اليوم المقادير كلهم غادي نديرهم بالمعلقه بالنسبه بحال هكا اللي ما تيكونش عنده الميزان باش تيعبر ولا شي حاجه، ولا ماشي نفس الكاس ولا هذا، انا طيسو غير بالمعالق. غادي نخلط هاد المقادير مزيان، وغادي نزيد عليهم 20 معلقة ديال الفورص وواحد الخمارة. خليكم مع الفيديو ان شاء الله حتى الاخر. غادي نخلط مزيان وغادي ان شاء الله نزيد الفورص ونرجع معكم من بعد. غادي دابا نزيد الفورص، غادي ندير 10 المعالق الاولين، غادي نضرب مزيان. عاد باش غادي نزيد المعالق الاخرين للطحين، ما تنديروش دفعه واحده، كنديرو تدريجيا. غادي نزيد واحد الخمارة، واحد القبيصة ديال الملحة، خليكم معايا بعد ما غادي نخلط ان شاء الله هذا الخليط مزيان. غادي نرجع معكم باش نوريكم القوام ديال العجينه كيفاش كاين. هذا هو الخليط ديالي بعد ما جمعت العجينه، كيجي على هذا الشكل. هذا ما كيجيش خفيف بزاف وما كيجيش ثقيل بزاف، كيجيش عاوتاني خفيف بحال الكيك وما كيجيش ثاني ثقيل بحال العجينه.
العاديه اللي كنعجنو كيجي على هذا الشكل هذا. المهم كنأكد لكم اللي بغى يدير نص المقادير ما يديرش 20، يدير 10 ديال المعالق الفورس، يدير 3 المعالق ديال الزيت، يدير كاس ديال الماء دافي، يدير معلقه ديال الخميره ديال الخبز، يدير نص ديال المقادير اللي درت انا. المهم غادي نغطي هذه العجينه ديالي، غادي نخليها ترتاح ليا من 5 حتى 10 ديال الدقائق، وغادي نوجد المقله ديالي فاش غادي نسرح هذا العجين. اكشن. هذا هو ديال المقله اللي غادي ندير فيها البريوش ديالي. غادي ندهنها بالزبده كما شفتوا معايا، انا درت ليها الزبده مزيان باش تعطي واحد المذاق في العجينه. غادي ندهن بها وفي نفس الوقت كتعطي مذاق زوين للعجينه. هذه هي العجينه ديالنا بعد ما خليتها واحد 10 دقائق حتى ارتاحت. كيف ما كتشوفوا معايا دارت الفقاعات، يعني العجينه ناجحه 100%. غادي دابا نديرها في المقله، غادي نوزعها على المقله ديالي كامله صافي، وغادي نخليها تختمر. من بعد غادي ندهنها بالصفار ديال البيض، ندير معاه شي قطرات ديال الخل. يمكن لكم ديروا القهوه سريعه الذوبان، ولا ديروا معلقات الحليب. غادي نوزعها هكا بالمعلقه ديالي على المقله كامله. هاد البريوش كيجي زوين، كيجي غزال وبمقادير بساط، ما فيهش ما فيه لا بيض لا زبده، وكيجي خفيف ومهوي من الوسط. غادي نخلي البريوش ديالي حتى يخمر ان شاء الله، وغادي نرجع معكم باش ندهنوا بصفر البيض وندير نرش عليه الزلجلان وغندخلو ان شاء الله للفران. رجعت معكم بعد ما اختمر ليا البريوش ديالي. كيف ما شفتوا انا دهنته بصفر ديال البيضه، قطرات ديال الخل، غادي ندير ليه الزلجلان من الفوق. غادي ندخلو الفران، انا ديجا درت الفران كيسخن، غادي نديرو الفوق نخليه حتى يبان ليا بدا تيتحمر من الجنيبات، هو كيطيب دغيا مع خفيف دغيا حتى يطيب. عادي باش غادي نهبطو لتحت ونقص عليه الفران حتى ياخذ هذاك اللون الذهبي، وغادي ان شاء الله نخرجو ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. مهم رجعت معاكم بعد ما خرجت البريوش ديالي من الفران، كيجي على هذا الشكل هذا. انا قلبته سخون، نتوما خليوه حتى يبرد عاد باش حيدوه من المول اللي نتوما دايرينو فيه. انا قلبته سخون حيت باغا نكمل لا فيديو. كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي مفشفش ومهوي من الوسط، كيجي غزال ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تجربوا لا فيديو، تجربوا عفوا الوصفه، ولا عجبتكم ما تبخلوش لينا من لي لايك ومن شي كومونتير زوين. الا كان كيعجبكم المحتوى ديالنا خليو لينا شي كومونتير ان شاء الله يكون زوين،
وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.